معكم محمد مروح رئيس الهيئه الوطنيه لحمايه المستهلكين والحفاظ على البيئه والمناخ الحضاري. اليوم انا كنت جول بالمدينه القديمه بطبيعه حكم انا ولد المدينه، فمن هو تمورا شارع الموحدين على اساس الباب الخلفي ديال الجامع ود الحمراء، فاذا بيا كنلقى واحد المشكله كبيره، واحد المعضله ديال واحد لهنا، واحد قادوس ان صح التعبير، واحد يعني عاطي الريحه، واحد الخنز، واحد الرائحه كريهه جدا. والناس هنا نهار الجمعه عاودوا لي، انا ما كنتش انا جمعت في اطار السفر، عاودوا لي الناس كيصليوا والخنز هنايا في هذه المنطقه هذه، اللي هذه الحموله التاريخيه ديالهم، ود الحمراء كيعتبر حموله تاريخيه، وهذا الشارع محمد موحدين هو بمثابه واحد الممر اللي كان سياحي، اللي كيعرف واحد السياح كيجيو، الاجانب كيجيو منها، والان كنشوفوا هذا الممر ولا خانز، ولا هذه الريحه عاطيه كريهه، والناس كتقطع باش يحشوم، وعيب وعار ان نلقاو بهذه الحموله التاريخيه بهذا الشكل هذا، وبهذا الكارثه العظمى هذه اللي كتجي، يعني عيب وعار. انا كنقول للمسؤولين يعني هذا، وخاصه ان هذا المشروع اللي هو جامع ود الحمراء وفي اطار هي المدينه عتيق العتاف، واحد الميزانيه كبيره، وكنشوفوا بهاد الحاله يرثى ليها بهاد الريحه الكريهه اللي كتساء منا المدينه القديمه، وكنشوفوا هذا القادوس اللي هو بمثابه واحد يعني اش نقول لك، ما داكشي الكلام يعجل الكلام عندي حدا الجامع، وما كاينش اللي ضربته النفس الغير على باش يتكلم على هاد المشكله هادي. وانا صراحه انا ولد المدينه ضربتني النفس، وجيت اليوم باش نعبر على السياء ديالي لهاد المشكله هذا، وانا باش نناقش المسؤولين باش ان هاد الناس اللي مسؤولين على الشان المحلي باش يهتموا بهاد الموروث الثقافي الحضاري التاريخي. رسالتي للمسؤولين، الله يخليكم، المسؤولين الا كان عندكم ضمير راه خصكم تهتموا بالشان المحلي والتراث ديالنا في المدينه القديمه. لا هو 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 احنا باسم الهيئه الوطنيه لحمايه المستهلك راه نناشد ونستنكر هذا المشكل اللي كان، والناس اللي كيصلوا حتى هما راه كيستنكروا هذا العمل، ولكن باش تكون واحد الجهه باش تصنت لنا وتحل لنا هذا المشكل ما كاينش. اذا شحال الناس كيصلوا هنا ما كاينش، او ما ضرب حتى شي واحد الهم على هذه المساله هذه، الناس كيخرجوا وما قدروش يهضروا وما قدروش يقولوا هذه المساله. اللهم ان هذا منكر اللي كنشوفوا هذه الحاله هذه، والله اللهم ان هذا منكر. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تيفي وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، وزيارة موقعنا www.masinktv.ma.